أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله، لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله، لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله، لا إله إلا الله بيد قدرته محمد رسول الله، لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته، لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته، لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته، لا إله إلا الله بعظمته محمد رسول الله برسالته، لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله حقا حقا محمد رسول الله صدقا صدقا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا، ذو الجلال والإكرام، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي قائم قادر لا ينام ولا يموت أبدا، ذو الجلال والإكرام، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. تبت إليك ورجعت إلى دين الإسلام وأسلمت، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت، وأتوب إليه وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت، وأتوب إليه وأسأله التوبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره. أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره. أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره. أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت هو إلا أنا ولا أنا غيره. يا قيوم يا مرشد يا فعال لما يريد. 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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حميم عين سين قاف حميم كاف ها يا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طاسين حاميم عين سين قاف حاميم كاف ها يا عين صاد
ألف لام را ألف لام ميم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله وباليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله وباليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ട ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള വിചാരങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. مرادي شيخ ثقافي مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي. فوا أسفا على عمري تفلى ولم أكسب به إلا ذنوبا. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي. وذلات العظيمات غفيرنها بعفوك ربي ذلات الهباء. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ ثقافي مرادي. أشهد أن لا معبود إلا الله 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 أشهد أن لا معبود إلا الله
أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله إلهي أنت مقصودي ورلاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورلاك مطلوبي ورلاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورلاك مطلوبي അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ അസ്മാഇകളാണിത്. അത് ചൊല്ലുമ്പോ മനസ്സിലുള്ള ശൈത്താനും പോകണം, ശരീരത്തിലുള്ള ശൈത്താനും പോകണം. അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം അല്ലയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലോകത്തില്ല, എല്ലാം അല്ലയാണ്. ആ ഒരു മനക്കരുത്തും ഇഖ്ലാസും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ദുന്യവിയാവട്ടെ ഉഖ്രവിയാവട്ടെ ഈ ദിക്ര ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഹുളൂറാക്കി ചൊല്ലണം. അശ്ഹദു അല്ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്ഹദു അല്ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്ഹദു അല്ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്ഹദു അല്ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാഹ് أشهد أن لا مقصود إلا الله 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 أشهد أن لا مقصود إلا الله
أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله أشهد أن لا موجود إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض 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 اللهم ادفع بلياتنا يا دافي البليات 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 اللهم صل على محمد عرف الذي يعدده بالنور ذات الله لا يعلم ثبابها إلا الله اللهم صل على محمد حرف الذي عدده من نور ذات الله لا يعلم ثبابها إلا الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم مبلغ الرضا وزينة عرشك سبحان الله ملء الميزان
ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشك. اللهم صل على محمد أنزله المكياد الصدق عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد أنزله المقعد الصدق عندك يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني شر من الظالمين. كفاها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا. كفاها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا. يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير. يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير. يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير. يا كريم يا منان يا لطيف يا عليم يا خبير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. يا قادر يا قاهر يا حافظ يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. يا قادر يا قاهر يا حافظ ذا الجلال والإكرام. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء
وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأعوذ به من شر ما خلق وذرأ وبرأ. جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله. رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله. رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله. رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. جزى الله عنا نبينا محمدا خيرا بما هو أهله. رضي الله عن ساداتنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعلم أنه الله حق 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 فاعلم أنه يا هو يا الله يا حق يا هو يا الله
الله يا حق يا هو يا 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 الله يا حق ها هو حي 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 إلهي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا لطيف 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 فاعلم أنه يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا
منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا حي يا قيوم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الحمد لله നമ്മുടെ റാത്തിബ് പൂർത്തിയായി. ഇനി നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അനങ്ങരുത്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പോകണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞ റാത്തീബിന് കൊടുത്തേക്കില്ലേ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്തേക്കണ്ടേ, ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ബക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ. അവിടെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്കാം, ചെറിയ മക്കളും കൂടി പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്ക്. ഈ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ റാത്തീബിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നെല്ലാം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എറണാകുളത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്, സാഗറത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ആളുകൾ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്.
അല്ലാഹുവെ കഴിഞ്ഞ റാത്തീബിനെ മജ്ലിസിൽ അവിടെ ആദൂരിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ ഇന്ന് വന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയായി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അറ്റാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളടുത്ത് വന്നപ്പോൾ റാത്തീവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പങ്കെടുത്തു പോയി പിറ്റേന്ന് ആ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗമേ എനിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ഈ സുഖപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ റാത്തീവിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു തങ്ങളെ റാത്തീവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായി ഇനി വരാത്ത വിധത്തിൽ എന്റെ അറ്റാക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ് അപ്പോ ലോകത്ത് എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഫളിലോ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സഖാഫിയ റാത്തീബിന്റെ അധികാരികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോ ഒരുപാട് സദാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ദിക്ര പോലെയോ റാത്തീബ് പോലെയോ അല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൊട്ട് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ വരേക്കുള്ള 39 ആളുകൾ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാമാര് 39-ാമത്തെ പിതാമഹാനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾ വരേക്ക് പരമ്പര മുറിയാത്ത ഒരു ശൃംഖല ഒരു മുത്തുമാണിക്യവും കോത്തിണക്കിയ ചങ്ങലയാണ് ഈ റാത്തീബ് ഇതിന്റെ മശായിഖന്മാര് ഈ റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയാത്തുകളാലും ഹദീസുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട അധികാറുകളാണ് ഇതിൽ ആയത്തുകളൊക്കെ ദിക്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹദ്ദാദ് പോലെ ചില്ലര ഔലിയാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവനും ആയാത്തുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഖാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിലേക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ കറാമത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് സഖാഫിയ റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഖഫ് മച്ച് പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് ഈ സദസ്സിൽ മച്ച് പോലെയായി നാം ഒരു ദുആ ചെയ്യുമ്പോഴും ആമീൻ 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 എന്ന മലായിക്കത്ത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സർവശക്തനായ റബ്ബിന് നമ്മളെ ചോദ്യത്തെ മടക്കാൻ കഴിയില്ല സഹോദര സഹോദരി അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ഭീഭത്സമായ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും വിഷമം പിടിച്ച എന്താണെങ്കിലും ഏത് പൈശാചികമായ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സർവശക്തനായ ഷാഫിയായ കാഫിയായ സലാമായ റബ്ബ് അത് സുഖപ്പെടുത്തി തരും അല്ലാഹു സുഖപ്പെടുത്തുവാനാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആളുകളും അൽഹംദുലില്ലാ കഴിഞ്ഞ റാത്തീബിനേക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി ആളുകളുണ്ട് വെറും ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലി പോകാനല്ല നാം ഇവിടെ വന്നത് ഒരുപാട് ദുന്യവിയായ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവുമായാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്